بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين فإني أرحب الجميع الحاضرين في هذه المناقشة المباركة وأقدم لكم العرض ملخصا لما احتوى عليه بحثي. موضوع البحث هو تحقيق الكتاب حلبي كبير. أهمية البحث: تظهر أهمية البحث في نقاط العدة، منها الأولى أن ابن عابدين رحمه الله تعالى قد اعتمد في حاشيته على هذا الشرح الكبير، على شرح الحلبي الكبير، وهذا يدل على نباهة العالم وتفقهه في الدين ونفاسة مؤلفاته. ثانيا، هذا الشرح يبين أحكام السجود السهو وأحكام زلة القارئ والإمامة وفي قضاء الفوائد وصلاة المسافر بيانا تاما بحيث لا يبقى بعده الإشكال. ثالثا، لا توجد إلى الآن نسخة محققة لهذا الشرح تحقيقا علميا دقيقا وافيا لشروط التحقيق العلمي والدراسة له. أما الحداثة العلمية فهي تظهر في الأمرين: الأمر الأول، يدرس ويحلل لأول مرة مضمون مخطوط ومسائل من حيث اللغة والأدلة وأقوال العلماء الواردة فيه ومعتمد الأقوال وضعيفها ومخالفة المؤلف أو تفرده برأيه وغيره. والثاني، إمكانية استخدام نتائج البحث المقدم كأداة للدراسة نماذج من مناهج الفقهاء الحنفية للوقوف على ميزات هذا المذهب الذي هو جهود كل العلماء الحنفية في جهات الدينية الإسلامية كالمدارس والجامعات في جمهورية تترستان وفي غيرها. أما تطبيق العمل، تحقيق هذا الكتاب يستفيد منه كل المدرسين والمربين في التعليم والتربية ويسهل لهم حل القضايا الفقهية ضمن مسائل هذا البحث في مذهب الحنفي. خطوات التحقيق التي أنا اتبعتها هي كالتالي: الأولى، خطوة الأولى هو تفريغ النص المخطوط إلى برنامج الورد ثم مقابلة النسخ. الخطوة الثانية، وضع العلامات الترقيم وتحرير العبارات. والخطوة الثالثة، تخريج الآيات والأحاديث. والخطوة الرابعة، ميزت بين المتن والشرح أينما وجدت الاختلاط في النسخ. والخطوة الخامسة، ترجمة المصطلحات والأعلام وتفكيك العبارات. والخطوة السادسة، تحرير وتوثيق المسائل الفقهية. والخطوة السابعة، دراسة وتحليل مضمون المخطوط حسب الدليل. والثامنة، وضعت الفهارس متنوعة تخدم المخطوط. أما الدراسات السابقة فقد حقق هذا الكتاب في دار الكتب العلمية، ولكن قد حقق تحقيق تجاري وليس العلمي وهو قاصر، وتحقيقنا شامل من ناحية العلمية. أما منهجي الدراسة فقد استخدمت ثلاث مناهج: منهج الأول هو منهج الوصفي، ومنهج الثاني منهج التطبيقي، ومنهج الثالث وهو منهج التحليل الاستقرائي. أما منهج الوصفي فهو دراسة أصل المخطوط، بمعنى أنا قمت بنقل أوصاف المخطوط كما هو. وأما منهج التطبيقي فهو دراسة الأبواب التي درسها المؤلف. ومنهج البحث في حالتين إنما يعتمد على التفصيل الجزئيات للموضوعات الفقهية التي يتناولها المخطوط، وصولاً إلى شرح واضح ومفصل ودقيق تظهر بعده أحكام المسائل واضحة جلية سهلة التناول بعون الله تعالى. أما منهج التحليل الاستقرائي حيث أتطرق للاختلاف في المذهب الحنفي حسب ما يذكره المؤلف وبيان وجه كل قول من مصادره. والغاية الرئيسية من هذا التحقيق هو جعل المخطوط متاحاً للفائدة من قبل المختصين. وأهداف البحث هي كالتالي: الأولى، توضيح الموضوعات المخطوط وتبويبها،
والثاني تفصيل ما حقق التفصيل مما وجد متنا، والثالث مطابقة المخطوط مع ما هو موجود من نسخ الأخرى للمخطوط الذي ذكرناها، والرابع الإصرار المكتبة الإسلامية بكتاب في فقه الحنفي، والخامس بيان منهج الذي اعتمده المؤلف في عرضه لموضوعات الكتاب. وبحثي يتكون من قسمين، القسم الأول وهو الدراسة التحليلية لموضوع المخطوط، أما القسم الثاني فهو تحقيق المخطوط. تحقيق المخطوط هو العمل فيه إخراج جزء المحقق من الكتاب أقرب ما يكون للصورة التي تركها المؤلف، ويتضمن عناوين الموضوعات فروع في سجد السهو وفي زلة القارئ وفي الإمامة وفي قضاء الفوائد وفي صلاة المسافر. ونتائج التي ظهر لنا بعد عمل التحقيق هي كالتالي: النتيجة الأولى قيمة العلمية للشرح الحلبي على متن الكاشغري تمتاز بذكر المعتمد في مذهب الحنفية الذي نرى فيه أن للحلبي منهج في الترجيح، دمج بين الترجيحات الطحاوي وترجيحات قاضي خان. والثاني ربط الفرع الفقهي بدليله الأصولي ظهر جليا في شرح الحلبي. والثالث الاعتماد الحلبي على استقراء الأقوال علماء الحنفية وإثبات ما ترجح عنده لدليل مع أمانة التوثيق في نسبة الأقوال لأصحابها مع إحاطة بمضانيها. والرابع والأخير وهو ظهر جليا ربط الأقوال الحنفية مع أقوال المذاهب الأخرى، ولعله إشارة لمسألة التقليد عند الخلاف والحاجة لأخذ قول من خارج المذهب. وارفقت في آخر بحثي فهارس متنوعة تخدم من يريد الاستفادة من المخطوط. وبخصوص بحثي نشرت مقالين، مقالة الأولى وهي إحياء تراث جهود العلماء الأحناف في سهم محاربة الإرهاب وثمره من خلال تحقيق الكتاب حلبي كبير، نشرت في مجموعة التقارير العلمية للمؤتمرات في مدينة البلغار. والمقال الثاني وهو دور الإمام الأكاشغري في إحياء التراث الإسلامي خصوصا في مذهب الحنفي، نشرت في مجلة المشاهد في الهند. وبهذا قد انتهيت من عرضي، والحمد لله أولا وآخرا، وأشكركم على حسن الاستماع وجزاكم الله خيرا. نشكر طالب أرطور عبديف على مداخلته، والآن الصادع أعضاء اللجنة تفضل بطرح أسئلتكم. تفضل. نعم دكتور أنور تفضل، افتح الميكروفون لو سمحت دكتور أنور. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله، أنا أهني الباحث ومشرفه على هذا البحث القيم، ولدي سؤال واحد: ولماذا قدمت قسم التحقيق على قسم الدراسة، وقدمت قسم الدراسة على قسم التحقيق لكان أفضل للقاري، فما السبب؟ جزاكم الله خيرا الشيخ الدكتور أنور. قد كنت أولا قدمت قسم التحقيق ثم أتبعت بعده بقسم الدراسة، ثم بعد المشاورة مع بعض المشايخ نصحوني بتقديم قسم الدراسة، لا سيما أن الطلاب الذين حققوا في سنة ماضية فعلوا ذلك، فلذلك اتبعت خطواتهم، فلذلك قدمت قسم الدراسة على قسم التحقيق. لا في على حسب دليل الأكاديمية التي قسم التحقيق في البحث الذي أرسلت، البحث الذي موجود لدينا قسم التحقيق أولا ثم قسم الدراسة، فلو كان قسم الدراسة أولا هذا أفضل،
مفهوم؟ هذا أفضل. فما هو أي شيء مقدم؟ قسم التحقيق أم قسم الدراسة؟ في بحث الذي كنت في عمل الذي عملته قدمت قسم الدراسة ثم أتبعته بقسم التحقيق. هذا أفضل، هذا شيء أفضل، ولكن البحث الذي أرسل إلينا فيه غير شيء. هذا كان أول ثم عدلته. عدلته، هذا أفضل. نعم، ومبارك لك، ما شاء الله، بحث مبارك جيد. شكرا. كمان في أسئلة؟ لا يوجد. إذن الآن كلمة المشرف على طالب الماجستير لدكتور محمد أيمن الزهراوي، أستاذ في أكاديمية بلغر الإسلامية، دكتور في الفقه الإسلامي وأصوله. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بحث المقدم بين أيدينا اليوم للطالب أرتور أبدايف، وهو تحقيق لكتاب مخطوط حلبي كبير، وهو كما علمنا أنه يعني حقيقة من دار الكتب العلمية بغية المسارعة إلى عرض هذا الكتاب في الأسواق، لكن السرعة في عرض هذا الكتاب لم تعطي الفائدة العلمية للمختصين، والطالب يعتبر من ضمن السلسلة التي تحقق هذا المخطوط، ولله الفضل يعني يعتبر الطالب الذي بين أيدينا من الطلبة المتميزين الذين يحسنون القراءة العربية والفهم العربي والفقهي لأمثال هذه المخطوطات. يعني كانت مضمونات المخطوط من حيث التحقيق متميزة بشكل مفيد إن شاء الله تعالى، والأهمية كما عرض طالب يعتبر البحث فعلا من الكتب المهمة التي تحتاجها المكتبة في المذهب الحنفي، وخاصة أن هذا الكتاب احتوى كل جزئيات المتعلقة بأحكام الطهارة والصلاة عند جميع كتب وفروع المذهب الحنفي، فقلما نجد من الكتب من جمع جميع ما قيل في هذه المسائل، وهذا الشرح مهم جدا ومفيد، ونتائج التحليل التي يعني تعرض لها الباحث فعلا كانت مفيدة بكل معنى الكلمة، خاصة لمن يجهلون قيمة شرح حلبي كبير، فكما عرض بين أيدينا نتائج كانت فعلا متميزة ويعتبر شيء جديد. فجاء هذا الكتاب من حيث التصميم أيضا تصميما يعني مميزا وجيدا ودقيقا، وكانت لغة البحث ممتازة من حيث التعليقات والأمثلة والتوضيحات والتوثيقات التي تعرض لها الطالب كانت جيدة ومفيدة. وفي الخلاصة أنا أرى أن الطالب يستحق درجة الامتياز على ما بذله من جهد لإخراج هذا الكتاب بصورته النهائية، وشكرا لكم. جزاك الله خير أستاذ محمد. والآن المراجع لرسالة طالب الماجستير هو أستاذ دكتور أدحم تمام فراج عبد الرحمن، هو أستاذ في أكاديمية بلغر الإسلامية، دكتور في دراسات الإسلامية، فليتفضل المشكور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ولاه، ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. الباحث تناول موضوعاً ذو أهمية، حيث إن هذا المخطوط لعالم تتري، فمثل هذه الأعمال تعد حماية للثقافة الفقهية التترية وأحياء لمجد علماء المسلمين في هذه البلاد. الباحث قد تناول الموضوع بطريقة جيدة وبشكل مكتمل، حيث قام بتحقيق جيد للجزء المنوط به، فقام بتخريج الأحاديث وعزو الآيات وترجمة الأعلام،
لكن يوجد بعض الهفوات، فأرجو من الباحث أن يتسع صدره لهذه الملاحظات. بداية، الباحث قال أنه اعتمد على منهج وصفي، ثم قام لنا بتعريف هذا المنهج الوصفي أنه قام بوصف المخطوط، ثم قال أنه اعتمد على المنهج التطبيقي، ولا أدري أين يكون التطبيق في المخطوطات. هذا هو السؤال الأول. السؤال الثاني، الباحث قال أنه سيقوم بمقابلة النسخ، ولم يشر لنا إلى هذه النسخ في مقدمة البحث، وعند التصفح في هذا البحث لم أجد إلا مقابلتين. وللأسف الشديد الباحث جعل الأصل ليس هو الأصل، واتضح ذلك في بعض النقاط التي قام بالتكلم عنها، حيث قال إن المصنف يذهب إلى مذهب الاختصار، حيث يشير بكلمة ميثاق إلى المصنف، ثم بعد ذلك في حاشية بحثه يقول وفي الأصل ميم صاد المصنف. فإذا كان لديك الأصل وإذا كانت لديك نسخة أصلية، فلما لا تجعلها هي الأصل؟ عند تخريج الأحاديث الباحث ذكر في أكثر من موضع أخرجه البخاري، ثم بعد ذلك يقول انظر الفتح، كيف هذا لباحث ماجستير يقول لنا أخرجه البخاري، ثم بعد ذلك يطلب منا أن نعود إلى فتح الباري لابن حجر. بالنسبة للتوثيقات، كيف تقول إن المصنف ممن نقل عنه ابن عابدين، ثم بعد ذلك عند توثيقك للنصوص توثق للمصنف من ابن عابدين، أيهما متقدم وأيهما متأخر؟ هذه بعض الملاحظات، وأرى أن هذه الملاحظات أو هذه الهفوات التي يقع فيها جميع طلبة العلم لا تقلل من قيمة البحث، فالباحث بذل جهداً طيباً وأرى أن الباحث يستحق درجة الامتياز، وشكراً. جزاك الله خيراً أستاذ أطعم، والآن تقدم الكلمة للطالب الماجستير للإجابة، تفضل. جزاكم الله خيراً. أقدم بالشكر الجزيل للشيخ دكتور الشيخ الأدهم على ملاحظاته، وهي كانت فعلاً هي كانت الوجيهة. وبخصوص ما ذكر في علم أنني تبعت منهج الوصف ومنهج التطبيق ومنهج الاستقراء، وأقول وبالله التوفيق، علم المناهج وهو علم معاصر تعدد حوله آراء العلماء، وبالجملة منهج الوصف هو علم المناهج، علم معاصر، وهو يهتم بتوصيف الواقع كما هو، وأنا قمت بنقل أوصاف المخطوط كما هو، فنقل للمضمون توصيف للأصل، فلذلك يكون منهج الوصف. أما منهج التطبيق فهو إسقاط الفروع على الواقع، وقد اتبع الشارح في شرح متن كاشغري منهج التطبيق، وقمت أثناء التحقيق ببيان تطبيقات الإمام الحلبي بمزيد البيان والشروح من مطولات، سواء منها المتأخرة مثل حاشي بن عابدين أو متقدمة مثل المبسوط. وبخصوص ما ذكر في أن من مراجع التخريج كتاب فتح الباري، أقول بالله التوفيق أن فتح الباري هو ليس الكتاب للتخريج، وقد عالجت هذا سهو ولله الحمد. وما ذكر بأنني لم أقم بمقابلة النسخ، أقول بالله التوفيق أن مقابلة تمت
مقابلة تمت وقد تمت مقابلة بين النسخة التركية ونسخة مجمع مالك فهد للمخطوطات في الرياض ونسخة المركز جمعة الماجد في دولة الإمارات، ولكن اختلافات بين النسخ لم تكن موجودة إلا في بعض المواضع القليلة جدا، وكأنك لا تجد اختلافا. وثم بخصوص أني لم أبين ما هو الأصل المخطوط المعتمد، أقول بالله توفيق الأصل هو النسخة التركية، والسبب دقتها وكتابتها في زمن الشارح الشيخ الحلبي رحمه الله تعالى. وبخصوص ما ذكر أن يستخدم فيه منهج الاختصار، فأنا لا أخطئ الشارح، بل بالعكس أن المقصود بيان أن الشارح استخدم الرموز المختصرة بالحروف لدلالة على بعض الكلمات مثل وحا معناه والحاصل، وليس المقصود أنه اختصر، بل هو شارح وعمله ليس الاختصار. فهذا بعض الأجوبة على بعض الملاحظات، وقد عدلت أحسنتم شيخ أكثرها. شكرا لك، أحسن خيرا، الله يبارك فيكم. شكرا جزيلا. والآن أرجو من أعضاء اللجنة تقييم الرسالة ومداخلة طالب الماجستير عن طريق وضع الدرجات المناسبة في نموذج الخاصة بالتقييم. وبهذا إن شاء الله ننتهي الجلسة الثانية. أشكر الطالب أبديف أرطور على مداخلته، كما أشكر أعضاء اللجنة على طرحهم للأسئلة وأعمالهم المثمرة. شكرا.